أهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات المجلة السعودية. فمساء الخير للي عنده مساء وصباح الخير للي عنده صباح، ويا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. واسمحوا لي أرحب بالدكتور خالد، ويا أهلا وسهلا ومرحبا فيك دكتور. حياك الرب يا أخ عماد، وبشوق أن أشوفك ونشوف أخوتنا المشاهدين. سعيد أني أكون معك، سعيد أني أكون أنا وأنت ضيوف عند إخواننا وحبايبنا المشاهدين. آمين دكتور. أنا اليوم بصراحة جاي وعندي سؤال مهم ونسأل عنه كثير. تطلع تصلي أنت مرات كثيرة في من خلال البرنامج، نعم، وكثير من الأخوة يصلون، ومعروف أنه عند المسيحيين كنائس فيروحوا يجتمعوا للصلاة، لكن ما في معلومة أو ما لا كنا سابقا كمسلمين بصراحة نعرف، ولا المسلمين اليوم يعرفوا الكثير عن الصلاة المسيحية. ودي اليوم نخصص هذه الفقرة للتعريف عن الصلاة المسيحية. نتكلم عن ليه تصلي، نتكلم عن المكان، نتكلم عن إيش تقول في الصلاة، نتكلم هل هي مفروضة مثلا فتحتاج مثلا هيئة تفرضها عليك. ودنا نتكلم فيه بشكل عام، وانت وعندك الحرية تبتدي بأي نقطة تحب. سؤال مهم يا عماد، خصوصا من واحد متقدم للمسيح مثلك من خلفية إسلامية. لأنه حنا كنا مسلمين كنا نصلي في صلاة، في حركات جسدية، ركوع وسجود، وهذا سؤال طبيعي من المسلم لما يصير مسيحي، كيف أبغى أصلي؟ نعم. فالصلاة، تعريف الصلاة هي صلة بين الإنسان وبين الله، تتكلم تتخاطب مع الله من خلال الصلاة. نعم. فما في داعي تسوي حركات وسجود وركوع للمسلمين يعني محسبينها. يعني أفهم من كلامك أنه الصلاة المسيحية ما يشترط فيها حركات وسكنات معينة؟ لا. وبعدين في آية بالكتاب المقدس يا أخ عماد يقول لك لا تكرروا كلام الله باطلا. نعم. يعني ما يكون الصلاة يعني زي بتعرف بالإسلام كان لازم تقرأ الفاتحة وبعدين إيش تقول بالسجود، إيش تقول بالركوع، يعني في يعني في نمطية أو في شيء أيوه. معين في لازم روتين لازم تمشي روتين. عليه روتين، صلاة روتينية تقصد. المسيحية ما في كده، تفتح قلبك. نعم. تفتح قلبك كده لله. لما تصلي تتكلم معه على حسب احتياجك اليومي. تقول يا رب أنا اليوم تعبان كذا، عندي مشكلة كذا، أبغاك تساعدني كذا. أو تكون مبسوط مثلا، تقول يا رب أنا اليوم مبسوط بس أبغى أقول لك شكرا على اللي سويته معي اليوم واللي سويته كذا. يعني إذا أنت تقول إنه الصلاة المسيحية لا يشترط فيها حركات معينة، لا، ولا يشترط فيها صيغة معين ونصوص معينة ولا اتجاه معين. ولا اتجاه معين. طيب أكيد في مكان معين. ولا في مكان معين. ولا في مكان، ولا في مكان معين. تقدر طيب. تصلي ببيتك، تصلي بالكنيسة، تصلي بالشارع، تصلي بسيارتك. احنا شوف، أول ما صرت مسيحي كنت أنظر للصلاة المسيحية كأنه دعاء، شايف؟ لأنه الصلاة المفروض في حركات. نعم. كذا كنا بدون نحسن. حركات صار دعاء، صارت دعاء، شايف؟ مع الحركات صارت صلاة. نعم. فلا، الصلاة هي المسيحية تطلع أهم شيء من القلب. وقال المسيح خطابه مع المرأة السامرية بيوحنا 4، نعم، قال لها أنه أنتم تسجدون في جرزيم، جبل هذا، نعم، واليهود يسجدون في أورشليم، نعم، لكن ستأتي ساعة يسجدون للأب بالروح. أمين. لأن الرب الأب طالب هدول الساجدين بالروح. آمين. لا تصلي لا أورشليم ولا لمكة ولا للمدينة، ولا ما في اتجاه، صلي لالله بالروح. آمين. فتح قلبك لربنا وصلي له. آمين. طيب دكتور، أنت صليت في إيمان سابق، في إيمانك السابق، وصليت في إيمانك الحالي، ممكن تقول لي باختصار روحيا كيف تشعر بعد تواصلك مع الله في الحالتين، وإيش فرق معك؟ صراحة كنت في الإسلام أصليها لأنه واجب وفرض، وكان فيها عندك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ما تصلي بالعصا. نعم. لكن الحمد لله عندنا المسيحيين ما عندنا هيئة الأمر بالمعروف. نعم. ولا عندنا نشكر الله. نعم. ولا في قسيس يقول لك لازم تصوم، وما في،
نعم. شايف الحمد لله كل هذا بينك وبين ربنا تسوي. فلما كنا تسوي شيء غصب عنك أنت أو تحسه إنه فرض ما تحس في الروح صح ولا لا؟ نعم. لكن لما تسوي شيء طالع من قلبك غير. نعم. صح؟ نعم. يعني أنت قصدك إنك تذهب وتحضر في محضر الله بروحك ونفسك ورغبة ملحة منك أنت واشتياق إنك تلتقي وتتواصل مع هذا الإله المحب اللي أنت رايح له محبة مش فرض. صحيح. صحيح. طيب هل عندك شيء ودك يعني رسالة توصلها بالصلاة لإخواننا المشاهدين تبين لهم قوة الصلاة والمعنى الحقيقي اللي حيسر الله به من خلال الصلاة إنك تحضر وإنت تحبه ومش مجبر إنك تحضر له؟ يا ريت تعطينا رسالة صلاتية في الموضوع. أنا بكلم اختباري الشخصي بالصلاة بصراحة. فضل. وأنا شايف إنه هذا أسلوب ناجح. فضل. لما تصلي إحنا لازم نفهم إنه أنت فيك روح الله. تعرف لما ربنا خلق آدم منفخ فيه من روحه فصار نفس حية. نعم. في التكوين موجودة. فأنت فيك من روح الله. ربنا يحب كل البشر. يحب المسلم. يحب اليهودي. يحب الملحد. يحب الكل. شايف؟ فلما أنت تيجي تصلي تصلي حاول ترفع صوتك مش كمان ربنا بيسمع لأنه ساكن فيك روحه فيك يعني بس عشان أنت كمان تسمع الكلمات وتتكلم معه ما تتكلم معه يعني أنك خايف منه ولا شيء لا تتكلم معه زي الأب زي الله. الولد كيف يتكلم مع أبوه الله بيكون حابب وشعر بمحبة أن يتكلم أيوة معه. وما تمل نعم. وما تمل ليش نعم. لأنه بالصلاة أول كنا نمل يلا متى يخلص عشان نروح شايف؟ لا هنا انت تحسس نفسك مش يعني زي سوشيال لايف يعني علاقة اجتماعية بينك وبين الأب. امين امين. انا اشكرك يا دكتور واشكر هذا الشرح لهذا السؤال المهم. واتمنى من المشاهدين اخواني المشاهدين يجربوا الصلاة. اذا في شيء اقدر اقول لكم بخبرة عن قوته ومدى تأثيره هو الصلاة. صل في بيتك في أي وقت في عملك أنت تقدر تصلي في أي وقت فالرب ينتظرك في أي وقت أنت حابب تصلي له. فرحان صلي زعلان صل حزين صل لكن صلي وتقرب من الله واشتاق له لأنه هو مشتاق لك ويتمنى جدا أنك تكون في تواصل معه. شكرا لكم ونلتقي بعد الفاصل.